نعم، ناطق معي السيد حسن سلمان المستشار القانوني لشؤون الناخبين في مفوضية الانتخابات. يعني بعد، أولا مرحبا بك في هذه التغطية المباشرة للانتخابات. بعد مرور تقريبا ساعة ونص على انطلاق الانتخابات وفتح الصناديق، ما هي أبرز ملاحظاتكم التي سجلتموها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ وإلى مشاهدي قناة يو تي في الفضائية. الحمد لله والشكر، بدأت العملية الانتخابية وفقا لما مقرر لها، فتحت الصناديق في الساعة 7 صباحا وبدأت القوات الأمنية بالتصويت في المحطات أو المراكز المخصصة لهم. ولحد الآن ولحد هذه اللحظة حقيقة دا تجري الانتخابات بانسيابية عالية وسهولة ويسر ودون أي ضغوطات، والتقينا بمجموعة من الناخبين أكدوا لنا بأنهم يمارسون حقهم الانتخابي دون ضغوطات، وقد قام قسم من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم خلال هذه الساعة أو الساعة والنصف الأولى، ولم تكن هناك أي معرقلات أو أي جوانب سلبية عكرت صفو العملية الانتخابية لحد الآن. نعم أستاذ حسن، هذا حضور أول للكاميرات المراقبة في داخل مراكز الاقتراع. نعم. يعني اشرح لنا آلية متابعة هذه الكاميرات. الكاميرات في هذه العملية الانتخابية هي العملية الانتخابية الأولى التي توضع فيها الكاميرات. الكاميرات عددها في كل المراكز والمحطات بالنسبة للعملية الانتخابية جميعها، سواء كانت الاقتراع العام أو الخاص، عددها يتراوح يصل إلى أكثر من 11,000 كاميرا. ووزعت هذه الكاميرات بواقع كاميرتين في مركز الاقتراع في باحة المركز، وكاميرتين في خارج المركز، وكاميرتين في كل محطة اقتراع. هذه الكاميرات هي تغطي كل الأحداث التي تدور في المركز وخارج المركز وداخل المحطة، وكاميرا صورة وصوت ومفتوحة من ناحية تسجيل كل الأحداثيات التي تقع في أثناء ممارسة العملية الانتخابية. ما أريد أطيل على حضرتك، أدري عندك لقاءات كثيرة، لكن كيف تابعتم عملية الصمت الانتخابي؟ هل هنالك خرق للصمت الانتخابي سواء في بغداد أو أيضا في المحافظات الأخرى؟ نعم، الصمت الانتخابي كما تعلمون هو ثابت، ومن ضمن القرار الخاص أو التوقيت الخاص بالدعاية الانتخابية ابتدأ في حينها من الساعة 6 صباحا من يوم الجمعة ويستمر إلى نهاية العملية الانتخابية. حقيقة مسألة المراقبة أيضا كفيلة بها فرق الرصد أو لجان الرصد المنتشرة في كل محافظات المشمولة بعملية الاقتراع. لحد هاللحظة حقيقة التقارير بعدها ما واصله وما ناضجه بهذا الميدان في تشخيص انه هناك خروقات، ولكن اللي اعتقد انه الجميع التزموا بهذا الامر. اما فيما يتعلق بالقنوات الفضائيه والسوشيال ميديا فهذا الامر تكفلت به هيئه الاعلام والاتصالات، وستصلنا التقارير في الوقت اللاحق ان شاء الله. حبيبي اهلا وسهلا. إذا ناطق، تستمر عملية الاقتراع في المركز الانتخابي الذي نتواجد فيه، واحد من مركزين انتخابيين يسمح لوسائل الإعلام في التصوير فيها. بدأ توافد حاليا لبعض عناصر القوات الأمنية، وربما سيزداد العدد خلال الساعات المقبلة.